بصبح عليكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون دافي نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد. بالليل الجو هيكون شديد البرودة على جميع الأنحاء. كمان في النهاردة الصبح بدري شبورة كثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة المؤدية من وإلى مناطق من وسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تصل لحد ضباب على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة. خلونا دلوقتي نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. وصباح الخير على كل الساده المشاهدين، اهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك، وطمنينا عن حاله الجو النهارده. احنا طبعا اليوم هيكون في مزيد من الارتفاعات في قيم درجات الحراره خلال فتره النهار بسبب تاثرنا بالكتل الهوائيه الصحراويه. الكتل دي بتكون مرتفعه فقيم درجات حرارتها بشكل كبير خلال فتره النهار، كمان بتاثر في طبقات الجو العليا بامتداد لمرتفع جوي. المرتفع الجوي هيعمل بشكل كبير على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس، وكمان بيعمل على حبس الرطوبة والملوثات في طبقة قريبة من سطح الأرض، فده هيحسسنا بارتفاع قيم درجات الحرارة خلال فترة النهار. اليوم العظمى على القاهرة الكبرى هتكون 23 درجة مئوية، وده أعلى من المعدلات الطبيعية اللي المفروض نكون عليها في الوقت ده من السنة بحوالي 4 درجات. عشان كده طقس فترة النهار هنحس إن هو طقس دافي بشكل كبير في معظم محافظات الجمهورية. أغلب المحافظات فيها ارتفاع في قيم درجات الحرارة، وخاصة كمان تحت أشعة الشمس. لو أنا بتحرك تحت أشعة الشمس في الشارع هحس بالدفء أكتر وأحس بارتفاع قيم درجات الحرارة. بس مش غريبة يا دكتور إن احنا في شهر طوبة المفروض يعني بيبقى برد حبتين ثلاثة، الجو يبقى فيه ارتفاع شوية في درجات الحرارة؟ يعني القاهرة النهاردة 23. هو مش غريبة، لأن مش دايما كل الشهر بيبقى فيه انخفاضات في قيم درجات الحرارة. احنا في شهر طوبة أو حتى كمان شهر يناير، لأن يناير يعتبر ذروة فصل الشتاء، لكن يعني مش لازم كل الشهر بيكون في ارتفاعات أو انخفاضات في قيم درجات الحرارة، بيكون حسب التوزيعات الضغطية. في بعض الأيام بيبقى فيها انخفاضات ملحوظة في قيم درجات الحرارة، ويمكن ده اللي ممكن نشهده إن شاء الله أو متوقع من خلال الهيئه العامه للارصاد الجويه. وقلنا ده في نشراتنا ان احنا من يوم الاثنين اللي جاي هيكون في انخفاضات ملحوظه في قيم درجات الحراره بحوالي 5 ل6 درجات، لان احنا هيكون عندنا ارتفاعات في قيم درجات الحراره لحد يوم الاحد القادم ان شاء الله، والعظمى على القاهره الكبرى هتوصل ل 25 درجه مئويه فتره النهارده يوم الاحد اللي جاي باذن الله. لكن مع يوم الاثنين تنخفض بحوالي 6 درجات، وتنخفض قيم درجات الحراره، وتكون العظمى على القاهرة الكبرى 19 ل 20 درجة مئوية خلال فترة النهار. طيب التباين اللي هو مش قليل في درجات الحرارة في ارتفاع وانخفاض، ده ليه علاقة بالتغيرات المناخية؟ هو التباين لا ملوش علاقة بالتغيرات المناخية، لأن ده طبيعي عندنا في الوقت ده من السنة، طبيعي إن احنا نشوف تباين في قيم درجات الحرارة في الفصول المختلفة، خاصة كمان لما بتبقى الكتل اللي بتأثر علينا كتل هوائية صحراوية، لأن التباين ده بيبقى موجود في الكتل الهوائية الصحراوية خلال فترة النهار وفترة الليل، فده طبيعي إن احنا نشوف التباين في قيم درجات الحرارة، ملهوش علاقة بشكل كبير بالتغير المناخي، لأن احنا بنشوفه شفناه السنين اللي فاتت وبنشوفه في الفصول المختلفة. الكتل الهوائية الصحراوية مع أشعة الشمس بتكون مرتفعة بشكل كبير خلال فترة النهار، والعكس كمان بيكون خلال فترات الليل، يعني احنا بنلاقي فترة الليل العكس تماما، بنلاقي فترة الليل مع غياب أشعة الشمس اللي هي المصدر الأساسي للتدفئة والارتفاع قيم درجات الحرارة، بنلاقي العكس فترة الليل أول ما أشعة الشمس بتغيب انخفاضات ملحوظة في قيم درجات الحرارة. طول فترة الليل بتساعد بشكل كبير إن قيم درجات الحرارة تنخفض انخفاض ملحوظ، لأن بنيجي فترات الليل المتأخر اللي هي فترات الفجر وفترة الصباح الباكر بنلاقي البرودة الشديدة والأجواء شديدة البرودة في أغلب محافظات الجمهورية. عندنا نلاقي دايما في محافظات الصعيد تحديدا فرق قيم درجات الحرارة بيتجاوز ال 15 درجة مئوية بين النهار والليل، لأن لهم ظهير صحراوي بشكل كبير، الكتل الهوائية بتبقى معظمها كتل هوائية صحراوية، فاحنا دايما في المحافظات دي بنلاقي فرق درجات الحرارة بين الأيام، وبعضها بنلاقيه بسبب تغير مصادر الكتل الهوائية. يعني احنا خلال هذه الأيام بتبقى كتل هوائية صحراوية، طبقات الجو العليا في مرتفع جوي، مع يوم الاثنين مصادر الكتل الهوائية تختلف، هتبقى كتل هوائية قادمة من جنوب أوروبا، الكتل دي بتبقى منخفضة بشكل كبير في قيم درجات حرارتها، منخفض جوي في طبقات الجو العليا هيعمل على وجود السحب المنخفضة والمتوسطة، فبالتالي ده هيساعد بشكل كبير على انخفاض قيم درجات الحرارة، ده المتوقع إن شاء الله من يوم الاثنين اللي جاي. كمان اليوم الشبورة المائية كانت شبورة مائية كثيفة
على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه، والشبوره ايضا من ضمن الظواهر الجويه اللي دايما بتاثر علينا في حالات الاستقرار في الاحوال الجويه، خاصه مع وجود المرتفع الجوي ووصلت لحد الضباب في بعض الاماكن، وخاصه على الطرق المؤديه من والى السواحل الشماليه القاهره الكبرى او السواحل الشماليه محافظات الوجه البحري، بعض الاماكن كمان من مدن القناه. الرؤيه الافقيه انخفضت لاقل من 1000 متر اليوم، يمكن احنا في محطه عندنا محطه برج العرب مسجله 800 متر، الرؤيه تحديدا على المحطه مسجله 800 متر، فالفوجة تكون اليوم في بعض الاماكن، ومتوقع مع تقدم ساعات النهار او خلال الساعات اللي جايه ان شاء الله ساعه بالكثير تبدا الفوجة او الشبوره المائيه او الضباب طبعا يبدا يتلاشى بشكل كبير، وتبدا الرؤيه الافقيه تتحسن على اغلب الطرق. زي ما قلنا ارتفاع قيم درجات الحراره مكمل معانا اليوم الحد اللي جاي ان شاء الله، عظمى على القاهره الكبرى توصل ل 24 و25 درجه مئويه، ومع يوم الاثنين تبدا درجات الحراره تنخفض، هيكون كمان في فرص لسقوط الامطار، امطار متفاوته الشده على المحافظات الشماليه، هيكون انخفاض في قيم درجات الحراره ونشاط للرياح يخلينا نحس اكثر بانخفاض قيم درجات الحراره والبروده. طب خليني اسالك على سرعه الرياح وحركه الملاحه البحريه على البحرين. يعني على مدار ال 72 ساعه اللي جايه من اليوم لحد يوم الاحد في اعتدال كامل في سرعات رياح، حركه الرياح معتدله في معظم محافظات الجمهوريه وايضا معتدله على البحرين الاحمر والمتوسط، البحرين مؤهلين بكافه اعمال الصين والملاحه البحريه، لكن متوقع مع يوم الاثنين اللي جاي برضه مع حاله التقلبات الجويه اللي هتكون موجوده معانا في سرعات رياح عاليه جدا على البحر المتوسط، هيكون في اضطراب شديد في حركه الملاحه البحريه، ارتفاع امواج ممكن يوصل ل 4 متر على البحر المتوسط، فعشان كده مهم جدا نتابع النشرات الجويه في الايام اللي جايه، لان احنا هيبقى عندنا فتره تقلبات جويه من يوم الاثنين اللي جاي ما بين انخفاضات واضطرابات جويه في الملاحه البحريه وسقوط امطار، فمهم جدا نتابع النشره الجويه نعرف التحديثات اللي هتكون موجوده في حاله الجو ايه، مهم كمان ما ننخدعش باشعه الشمس، بلاش تغيير نوعيه الملابس لان فترات الجيل بيبقى فيها بروده، تجنبا طبعا لنزلات البرد، فبلاش تغيير نوعيه الملابس، نحافظ على ارتداء الملابس الشتويه على مدار اليوم، شتويه ثقيله فترات الليل المتاخر فترات الصباح الباكر، وطبعا ناخد حذرنا بشكل كبير في فتره الصباح الباكر، القياده تكون بهدوء تام على اغلب الطرق بسبب طبعا وجود الشبوره المائيه. بشكرك فنيا، شكرا جزيلا للدكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. ودلوقتي مشاهدينا تعالوا نتابع درجات الحراره المتوقعه النهارده، ونبداها بالقاهره العظمى فيها 23 والصغرى 14، العاصمه الاداريه 23 13، اسكندريه 23 12، العلمين الجديده 22 11، مطروح 21 11، ودمياط 22 12، بورسعيد 22 12، واسماعيليه 23 11. السويس العظمى فيها 23 والصغرى 10، العريش 23 9، كاترين 14 2، وطابة 20 11، حلايب 23 18، وشلاتين 27 16، شرم الشيخ 26 16، والغردقة 26 15. الفيوم العظمى فيها 22 والصغرى 7، بني سويف 23 7، الوادي الجديد 22 5، اسيوط 23 8، سوهاج 24 8، قنا 25 9، الاقصر 25 9، واخيرا اسوان 26 والصغرى 10. مشاهدينا دي كانت درجات الحراره المتوقعه النهارده، ودي كمان تعليمات هيئه الارصاد الجويه، ومره ثانيه هنروح لمنى محمد نكمل معاهم فقراتنا. شكرا ليك يا لميان.